بين كل هذه الثوائر الترابية كانت تتمركز آليات الجيش الإسرائيلي والتي أحدثت دمارا كبيرا وهائلا في منطقة لتوام والكرامة. وما نشاهده من مخلفات من آثار هذا الجيش هو دليل واضح على كم النار التي استخدمته في استهداف هذه المنطقة، ومن خلال جولتنا سنرصد حجم هذا الدمار. أبراج الكرامة والتي كان يسكنها مئات العائلات والذين أصبحوا بلا مأوى بعد نسف بيوتهم واستهدافها بالقذائف المدفعية وحرق ما تبقى منها. هاي من ثالث يوم الحرب لليوم هاي اجينا نشوف الدار، وكل دار يعني فيش يعني دار كلها مدمرة من جوا، يعني كل حاجة تدمرت من ثالث يوم. نزل علينا صاروخين في الساعة 3 الصبح وتدمر كل إشي. الكرامة مدمرة بشكل كامل، مظلش يعني إشي مكان اسمه كرامة، راحت كلها. هذا يعني حرب إبادية، هاي حرام. يعني أنا تفرقت عن أهلي، مش بعرفش إشي عن أهلي. أنا أمي مريضة روماتويد تاخد كيماوي، لا بعرف إشي عنها ولا هي بتعرف أني إشي. أنا متت، هي عاشت، ما بنعرفش إشي، حتى انقطع التواصل كل إشي. يعني حرام، يعني هيك إحنا ما بدناش حرب، خلص بكفي يعني لهن وستوب، ما ضلش حاجة. وين نعيش؟ وين نقعد؟ وين نروح؟ إحنا في الشوارع، إحنا متنقلين، روحنا على مدارس ومن مدارس على شوارع، ننزل من هاد ومن هاد، بكفي. مئات الاستراحات والمنتجعات السياحية على امتداد شارع الرشيد شمالي قطاع غزة أصبحت ركاما بعد النسف والقصف الذي أصابها وتسويتها بالأرض، وكذلك المنشآت التجارية التي لم تسلم من هذا الاستهداف المتعمد لإعادة غزة إلى ما تحت الصفر. ما شاهدناه من دمار في منطقة الكرامة وأبراج المخابرات يحتاج إلى أيام من الرصد والتوثيق لفضح جريمة الجيش الإسرائيلي باستهداف كل ما هو فلسطيني. عبد القادر صباح من شمال قطاع غزة لقناتي العربية والحدث.